تعال نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه مره اخرى ولقاء مع الكابتن سامي ومصان مدرب النادي الاهلي. مرحب بك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي نجوم الاستوديو التحليلي. فوز مهم جدا الحقيقه، مباراه اليوم مباراه غايه في الصعوبه، وقبل كمان مباراه اهم وهي مباراه ماميلودي سان داونز، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي المدرب العام. مبروك يا كابتن سامي، التحدي كان كبير جدا النهارده بالنسبه للاعبين، ضيق الوقت والتلاحم الكبير جدا رهاننا كان على النادي الاهلي وعلى جمهوره. الجيم شايفه النهارده ازاي؟ نتيجه كبيره على فريق النهارده كبير زي فريق بيراميدز. طبعا تحيه كابتن ايمن وقول مبروك طبعا لضيوفه، زي ما انت قلت مباراه مهمه بالنسبه لنا. اي نعم مش هي اللي هتحسم بطوله الدوري، لكن مهمه، خطوه مهمه جدا وبطوله مهمه جدا. انا عارف جمهور النادي الاهلي مستني قد ايه المباراه ديت، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه النهارده الحمد لله كانوا رجاله جدا وادوا اداء مميز جدا. اعتقد الحمد لله النتيجه مستحقه، اداء ونتيجه، لكن هي خطوه نحو الدوري، لكن مش كل الدوري يعني. اشكرهم طبعا، اشكرهم على الجهد دوت، على التعب دوت، على التحدي دوت والاصرار، اللي هو لعيب النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مختلف، فاعتقد الحمد لله بياكدوا المفهوم دوت الناس. وزي ما انت قلت الجمهور بعد ربنا دعم كبير جدا، والنهارده ادى باور كبير جدا للعيبه. اتمنى ان شاء الله الجمهور يرجع اكتر واكتر، يدينا دعم اكتر واكتر، واتمنى ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنهم، ودايما ان شاء الله نرضي طموحهم، وان شاء الله نكون احسن ان شاء الله. شكرا.